اهلا بكم مره ثانيه مع ماستر كلاسز للشيف طارق. النهارده هنعمل طبق كلنا بنحبه، وهو الاساس هنا مش الطبق، هو الاساس هنا التكنيك. انا بعمل ايه لما بحب اعمل حاجه معينه. انا النهارده هاخد الموزات بتاعه الغنم وهوريكم ازاي ان انا هعملها بريز. هنبص على الشانكس دي الموزات. هنا هاخد شويه ملح، شوية فلفل، نسخن الطاسة وهنحط نقطة من الزيت. أي زيت نستخدمه هيكون كويس. بدأت الطاسة تسخن، هناخد دي وهنحطها. يس، هو ده الصوت اللي أنا عايز أسمعه. هناخد الثانية وحطها عكسها عشان ايه يبقى فيه مساحة. بدأت تسخن اكتر، في لون حلو بدأ يظهر اهو، بدأ اللون يظهر. كل ما اخدت كراميلا اكتر كل ما بقت افضل كتير. تمام، هاخد شوية من البصل او كل البصل اللي عندي وهحطه هنا. البصل ده هيختفي تماما بعد ما يستوي، وهاخد الجزر وهحطه هنا كمان، وهستنى على دول شويه. بدأت بص بقى، ده اللون اللي انا بتكلم فيه، ده اللون بدأت تاخد لون جميل جدا. من هنا هضيف شويه من عصير الطماطم، وهخلي عصير الطماطم ده ياخد شوية لون صغيرين. يعني ايه؟ يعني يتحروق شوية. تمام، هاخد شوية من الكزبرة، انا بحب الكزبرة الخضراء، هنحطهم هنا كده. كل اللي انتوا شايفينه ده هيختفي، هتفضل بس في الاخر اللي يمكن ورق اللورة وشوية من الخضار، يمكن تشوفوا يمكن ما يبانش. هاخد بعد كده مرقة لحمة وهحطها هنا. حد كده تلتين، يبقى أنا كده عملت إيه؟ أنا كده خلصت الطبق بتاعي. هغطيه. اللي أنا هعمله دلوقتي اللي أنا هاخده وهخلصه في الفرن عشان عايز دي أعمل وصفة تانية. دلوقتي الطبق موجود في الفرن، هيبدا يقل وينقص وتبدا اللحمه تقع من على العظم. ان شاء الله هوريه لكم كمان تقريبا هياخد ساعتين لحد الطبق ما يبقى جاهز. هشوفكم كمان ساعتين. واللحمه بتستوي، عملت شويه بطاطس بيوريه بسيطه قوي. ناخد شويه من البطاطس نحطه هنا ونسيبه هنا كده. اوكي، البطاطس عندي جاهزه واللحمه عندي بترقص، مفيش احلى من كده. هناخد اللحمه، بس يا رب ما تقعش مني وانا بحطها. ناخد حته اللحمه دي هنا كده ونحطها في الطبق. بص بص، خلاص يعني بتقع. وهناخد معلقه صغيره وناخد مجموعة من الصوص اللي احنا عملناه ويدلق عليها. انا كده عندي لام شانك بريزد. يعني ايه؟ يعني موزات معمولة بالطريقة الطبق ده. طبعا غير عادي، طعمه جميل جدا وانا مش قادر ان انا اقاوم، فانا هاخد حته كده للدواء. بسم الله. غير عادي. جربوا الطبق ده هيعجبكم، هتلاقوه الوصفات دي كلها موجوده على lambandbeef.com.
lambandbeef.com.